الله مصيني أكثر مما أستحق. المظلوم نعمة. لا لا ما طلعوا اهل الشباب. هذا البلاء. شو توصل رساله يا صفوات؟ والله اوصل رساله الى رئيس النقابه والرئيس. اول شيء رئيس الوزراء ورئيس مجلس الجمهوريه ورئيس مجلس النواب وكل شريف بهذا العراق. عرفوا السبب الحكمي. سبب حكمي لكشف ملفات فساد. هذا العراق. ما يريدون شريف.